قدامي هذا العرس الفني الكبير الذي جمع بين الأشقاء من مختلف الدول العربية الشقيقة لتحقيق شعار هذه الدورة: التضامن العربي ضرورة حتمية. أهلا بكم بالقاهرة، ونأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الفترة، وكما نأمل أن نلتقي مرة أخرى بفعاليات الدورات القادمة بإذن الله. بختام فعاليات هذه الدورة، يكون المهرجان قد حقق أهدافه وتكامل مع دوراته السابقة في تقديمه لعروض مسرحية متميزة لمجموعة من الفرق العربية، وكذلك استضافته لنخبة من كبار رواد وأعلام المسرح العربي من مختلف الأقطار العربية الشقيقة. وككل الأوقات السعيدة التي تمر سريعاً، مرت أيام وليالي الدورة 13 سريعاً. المسيحيين بالسفارة الليبية. وفي أولى فقرات التكريم اليوم قبل إعلان الجوائز، اسمحوا لي أن أدعو أعضاء اللجنة العليا للمنصة: الفنان الزميل عصام عبد الله أمين عام المهرجان، الدكتور عمرو دوارة مؤسس ومدير المهرجان، كما أدعو رئيس المهرجان الأستاذ الدكتور سيد خاطر. مساء الخير عليكم. اسمحوا لي ارحب بكم واعرب عن ايماني بشباب مصر. النهارده دلوقتي حصلت حاجه اقشعر على هذا، يعني انا ابلغت انه في بعض العروض او في بعض الايام كان شاب أو اثنين أو ثلاثة لا يقفون احتراماً للسلام الجمهوري، فقلت دول لا يمثلوا شباب مصر. النهاردة الشباب الواعي الوطني أنشد السلام الوطني وحيا بلده. فخور بيكم جدا، هي دي مصر الحقيقية، وهو ده شباب مصر الحقيقي. الباقيين قلة، قلة ما عندهاش وطنية، لكن انتوا الحقيقة عنوان لشباب مصر، عنوان الجيل القادم اللي هيقود مصر. اسمحوا لي ان انا ابلغكم اعتذار الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة لاضطراره للسفر إلى دمنهور لافتتاح مهرجان دولي، وهو بيبلغكم تحياته. وعايز أشكر كل من شارك في هذا المهرجان، عايز أرحب وأهدي كل الحب والتقدير للأخوة العرب الذين شاركوا في هذا المهرجان. انتم اصحاب الفضل في ان لاول مره منذ سنين طويله، اربعه تقريبا يمكن خمسه، بيتجمع العرب في القاهره في لقاء فات لاول مره. فتحيه لهم، تحيه اعزاز وتقدير لكل من شارك من جميع انحاء الوطن العربي، ونعتذر لهم إن كنا قد قصرنا، كما أعتذر أنا شخصيا لكم إن كنت قد قصرت في شيء، وأعذركم إن شاء الله في السنين القادمة.